بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وصيامكم وطاعاتكم. أسأل الله أن لا ينقضي هذا الشهر الكريم إلا وقد قضى جميع حوائجكم وغفر جميع ذنوبكم. وصلنا إلى أعمال الليلة 28 من شهر رمضان المبارك. عندنا في هذه الليلة 3 أعمال. العمل الأول وهو الغسل، كما بينت في الحلقات السابقة يستحب في الليالي العشر الأخيرة كلها الاغتسال كما كان يفعل النبي صلوات الله عليه وآله. وقت الغسل من المغرب إلى الفجر، أي وقت يصير عندك مجال ممكن أن تغتسل. كيفيته نفس غسل الجمعة، نفس غسل الجنابة. نيته ما هي؟ أصلي صلاة، أو عفوا أغتسل غسل هذه الليلة برجاء المطلوبية قربة إلى الله تعالى. ليش قلت برجاء المطلوبية؟ لأنه هذا الغسل لا يغني عن الوضوء. ملاحظة مهمة، هذا الغسل لا يغني عن الوضوء، يعني إذا تريد تصلي بعد الغسل لابد أنه تتوضأ. هذا الغسل لا يغني عن الوضوء، فيؤتى به برجاء المطلوبية، يعني برجاء أن يكون مطلوبا لله عز وجل. هذا العمل الأول، الغسل. العمل الثاني، صلاة هذه الليلة. صلاة هذه الليلة 6 ركعات. عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من صلاها غفر له، ثوابها غفران الذنوب. هسه الكيفية ما هي؟ 6 ركعات، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة واحدة، وآية الكرسي 10 مرات، وسورة الكوثر 10 مرات، وسورة التوحيد 10 مرات. شوية بها طول الصلاة لكن مو طويلة جدا. في كل ركعة الحمد مرة واحدة، الكرسي 10 مرات، والكوثر 10 مرات، والتوحيد 10 مرات. خلي أبين أحكامها وأفصلها لكم. صلاة 6 ركعات، وقتها من المغرب إلى الفجر. 6 ركعات، كل ركعتين بتشهد وتسليم مثل صلاة الصبح، يعني 3 مرات مثل صلاة الصبح. ما يشترط هم باستمرارية واحدة، ممكن تصلي ركعتين أول الليل، ركعتين نص الليل، ركعتين آخر الليل، ماكو إشكال في ذلك. ممكن أن تجعلها من النوافل، نوافل المغرب، نوافل العشاء، نوافل صلاة الليل، ممكن أنه تحسبهم من عندهن أيضا، لا إشكال في ذلك. الكيفية ما هي؟ أصلي صلاة هذه الليلة قربة إلى الله تعالى، ثم تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذه ركن، ثم بعد ذلك تقرأ الحمد مرة واحدة، وآية الكرسي 10 مرات، وسورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر 10 مرات، والتوحيد قل هو الله أحد 10 مرات. هذه بالركعة الأولى. بالركعة الثانية كذلك، ثم تتشهد وتسلم. بقى عندنا شنو الملاحظات؟ أنه آية الكرسي عند السيد السيستاني حفظه الله وبعض المراجع الأحوط وجوبا الاتيان بها إلى هم فيها خالدون. بما أنه احتياط وجوبي، ممكن لمقلدي السيد السيستاني أن يقرؤوها إلى وهو العلي العظيم، لا أشكال في ذلك، لأنه بعض الفقهاء يجوز قراءتها إلى هذا الحد كما عند السيد الحكيم. فممكن أنه بالتالي أنت تصير النتيجة هكذا، أنت بالخيار تريد تقرأها إلى هم فيها خالدون، تريد تقرأها إلى وهو العلي العظيم. آية الكرسي، سورة الكوثر 10 مرات، في كل مرة تعيدها لابد أنه تعيد البسملة. سورة التوحيد قل هو الله أحد 10 مرات، في كل مرة تعيدها لابد أنه تعيد البسملة. من تخلص تشهد وتسلم تكمل عندك ركعتين، الركعتين الثانية بنفس الترتيب، والركعتين الثالثة أيضا بنفس الترتيب، ويصير عندك مجموع 6 ركعات. فصلاة هذه الليلة من صلاها يقول النبي غفر له. إذا العمل الأول الغسل، العمل الثاني صلاة 6 ركعات، في كل ركعة الحمد مرة واحدة، والكرسي والكوثر والتوحيد كل واحدة منهم 10 مرات. هذا العمل الثاني. العمل الثالث، أدعية هذه الليلة. طبعا مثل ما أنا به كل ليلة، عندنا الأدعية العامة لليالي العشر الأخيرة، حلقة موجودة بها 3 أدعية، هذه يستحب أنه تقراها في الليالي العشر الأخيرة. وعندنا أدعية هذه الليلة الخاصة بهذه الليلة فقط، دعاءين مثل ما تعودنا. أنا أقرأ نيابة عنكم، عن جميع المشتركين والمستمعين، وأنتم اقرأوا أصالة عن أنفسكم، نيابة عن والديكم
والدي والديكم نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف حتى يعظم لكم الثواب. وأشركوا جميع من تحبون، إخوانكم، أخواتكم، أصدقائكم، أقربائكم، جيرانكم، أشركوا جميع من تحبون. جميعا سوية نقرأ دعاء الليلة 28 من شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا خازن الليل في الهواء، وخازن النور في السماء، ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وحابسهما أن تزولا. يا عليم يا عظيم، يا غفور يا دائم، يا الله يا وارث، يا باعث من في القبور، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي، وإيماناً يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمداً وآل محمد صلى الله عليه وآله وعليهم. دعاء آخر في هذه الليلة. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهب لي قلباً خاشعاً ولساناً صادقاً وجسداً صابراً، وتجعل ثواب ذلك الجنة يا أرحم الراحمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثواب عطشكم وجوعكم الجنة، وأن يدفع عنكم كل مكروه، وأن يشافي مرضاكم، ويحقق جميع أمنياتكم. أصحاب الذرية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة بمنه وببركته وببركة الصلاة على محمد وآل محمد.